الخطر، أنت تحدثت عن الخطر، ما أكبر خطر يهدد الدول؟ يعني هو مش خطأ واحد، أنا أقول لك 3 أخطاء يعني هي سبب في انهيار الدول. يعني الأول تفتت الوحدة الوطنية، الثاني تدهور الاقتصاد، الثالث تدهور منظومة القيم والأخلاق. يعني هذه 3 الأسباب التي تؤدي إلى انهيار الدول. إذا أخذنا المقولة هذه وعكسناها ممكن القول أنه الأسباب التي تؤدي إلى تقدم الدول ورقيها هو المحافظة والتمسك بالوحدة الوطنية، العمل على ازدهار وقوة وتمتين الاقتصاد، المحافظة بشكل كبير على منظومة الأخلاق والقيم. سؤالي الأخير لك وباختصار، ماذا تعلمت بعد نصف قرن من العمل بالسياسة من السياسة؟ أن تتعامل مع الناس، يعني كيف تتعامل مع الناس؟ يعني الدولة في التحليل النهائي هي مجموعة أفراد. يعني مسمى دولة هذا مجرد يعني تمثيل يعني هيكلي، لا يعني شيء، لأن الدولة هي مجموعة أفراد، فالسياسة هي كيف تتعامل مع الأفراد. فالشيء الوحيد اللي ممكن الواحد يستفيد منه هو أنه ما يطبقه يطبقه أيضا على تعامله الشخصي مع يمكن هذه أكبر فائدة يعني.